بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أنشأ الكون من عدم وعلى العرش استوى، أرسل الرسل وأنزل الكتب تبيانا لطريق النجاة والهدى. أحمده جل شأنه واشكره على نعم لا حصر لها ولا منتهى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يرتجى ولا ند له يبتغى، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ النهاردة إن شاء الله نكلمكم عن برنامج تحصين الأغنام. أنا هبدأ إن شاء الله أربي أغنام. عايز أعرف إيه البرنامج التحصين للأغنام من بداية ما أنا هربي لحد ما هبدأ إن شاء الله أنهي المشروع بتاعي. لو أنا عندي قطيع أغنام تربية زي اللي قدامنا ديت إن شاء الله، ده طبعا أول حاجة أنا هستقبل الحيوانات إزاي. أنا استقبلت الحيوانات سواء قبل ما أنقل الحيوانات من مكانها أو ساعة ما استقبلها في المكان اللي أنا هستقبلها فيه، هستخدم حاجة اسمها الدراكسين أو مضاد حيوي. بستخدم فيه الدراكسين، بدي حقنة تحت الجلد أو في العضل، حقنة الدراكسين دي بستقبل عليها الحيوانات دي، بتمنعني حمى الصفر أو بتمنع الأمراض اللي هي الالتهابات الرئوية أو أي مرض تنفسي بيتعرض ليه الحيوان أثناء عملية النقل. فطبعا ده هو السبب إن أنا بستقبل على مضاد حيوي يكون كويس ونظيف وفعال. يعني يبقى ده عملية الاستقبال على الدراكسين، ليس دعاية للدواء ده يعني، ولكن هو أفضل شيء إن أنا بستقبل عليه أو بحاول إن أنا أديه للحيوانات قبل ما أعمل لها عملية نقل من المصدر بتاعها. هنفترض ان انا عندي قطيع ولادات زي ده كده، هنبدأ نتعامل معاه ازاي. انا خلاص نقلت القطيع من مكان لمكان، هبدأ ان انا اعمل له تحصين. اول حاجة ادي اجرع ايفوماك، اي نوع من الايفوماكات بينفع. هتستدعي الطبيب بتاعك طبعا، في حاجات سوبر وفي حاجات عادية وفي حاجات مستوردة، اي نوع، المهم ان انا اجرع ديدان. أعدي جرعة ديدان كويسة للقطيع كله تحت الجلد، بيبقى صمت للخمسين كيلو تقريبا. يبقى أنا أول حاجة استقبلت على الدراكسين، تاني يوم على طول أبدأ أجرع ديدان وطفولات داخلية وخارجية. الليفوماك ده بيشتغل داخلي وخارجي، يعني بيشتغل على الأوراد الباق الجوب الحاجات الطفولات الداخلية والديدان المعوية والرئوية والكبدية كمان. الليفوماك بيشتغل على الكبدي. خلاص كده أنا جرعت، أعمل بقى تغطيس للغنم. لازم يكون في مغطس، إن شاء الله بعمل لكم فيديو إزاي تعمل مغطس للغنم. الغنم دي ما تترشش، الغنم دي تعمل لها مغطس مكان كده عمق مثلا من 60 لمتر او 80 سنتي. المكان بيبقى مدرج نازل طالع، واحد واقف في نص الحوض، الغنم تروح داخله من المدخل تغطس وتروح طالع من الناحيه الثانيه. ده كده تضمن، لان طبعا الصوف انت لو رشيت المبيد هيجي على الصوف من بره كده وهيتكل على الله، مش هيوصل لجوه. البراغيث بتبقى مدسوسه جوه الصوف من تحت الجلد عشان تتغذى. فانت لو رشيت رش بترش من بره كده، المبيد ما بيوصلش للبراغيث بره جوه، او ما يوصلش حتى للجوب او حاجه، اي فطر موجود على الجلد تحت الصوف ما بيوصلوش. فتعمل مغطس، غطست بمبيد كويس زي الفوكسيم زي السباسيل زي النوتوكس الاصلي اللي وصاج ديت. المهم عملت تغطيس، يبقى روح ماشي كده. انا خلصت بقى من الاستقبال، خلصت من جرعه الديدان داخليه وخارجيه، عملت تغطيس برضو تاني عشان خاطر لو في براغيث او في حاجه بالحيوانات كده بتاعتي نضيف 10 على 10. ثالث يوم رابع يوم الحيوان يرتاح، يبدا ياكل، يبدا يبقى كويس. طبعا الاستقبال بيبقى على دريس شويه، دريس حاجه خفيفه ما تحطش علف اول يوم ولا ثاني يوم، تبدا بعد كده تقدم له علف واحده واحده. انت ترعى في برسيم حجازي او في اي مراعي ما فيش منه مشكله. خلاص هنبدا بعد اول اسبوع عدى، نبدا من اول اسبوع او من ثالث يوم ربع يوم خامس يوم، المهم اول اسبوع. بعد ما يعدي اسبوع الحيوانات ترتاح، ابدا حصل حمى قلعيه. طبعا الحمى القلعيه زي ما انا قلت كده، القطيع ده انا محصنه امبارح بس، فطبعا قلنا الحمى القلعيه هتدي ثلاث شكات. الحمى القلعيه في ادارات بتبقى شكتين وفي ادارات بتبقى ثلاث شكات.
تمام. فهندي مثلا حاجه اسمها النموذج بتاع الباستريلا، هندي سنتي واحد بس تحت الجلد، وندي في الجنب الثاني سنتي وادي متصدع، وسنتي حمى كلعيه برضو تحت الجلد من الازازه الثالثه. يبقى ثلاث شكات بتاخدهم، دول ب 12 جنيه ثلاث شكات. لو ما فيش النموذج ده بتاخد متصدع وحمى كلعيه بس، المصدع والحمى الكلعيه ب 11 جنيه و30 قرش، ب 11 جنيه و30 قرش، الثلاثه مع بعض بيبقوا ب 12 جنيه. تمام، ده احنا كده دي الحمى الكلعيه دي كل 4 شهور. لو القطيع بتاع ده لسه جاي جديد اول مره حصنه، يبقى بعد 21 يوم ممكن تدي جرعه تنشيطيه تاني من الحمى الكلعيه. بعد كده حط برنامج لنفسك كل 4 شهور الحمى الكلعيه كل 4 شهور تتحصن، انما الجلد العقدي او الجدر الغنم كل سنه او كل 9 شهور. تمام، يبقى انا مش الحيوانات دي لو انا متاكد ان هي متحصنه من 4 شهور ما تاخدش جرعه تنشيطيه. الجرعه التنشيطيه دي بتبقى 21 يوم من الجرعه الاولى لو انا متاكد ان القطيع ده لسه شريك جديد وما اتحصنش ابدا قبل كده. خلاص بدي جرعه، وبعد 21 يوم بدي الجرعه الثانيه. وزي ما قلنا ال 12 جنيه مش حاجه، لو قطيع 100 ب 1200 مش مكمل 8 بيوض لسه مولود ابن يوم، ما استخسرش في القطيع بتاعه حاجه. بعد 21 يوم من الجرعه الحمى الكلعيه سواء كانت الاولى اللي احنا حجناها او التنشيطيه، احقن بعد 21 يوم احقن جدري غنم، احقن جدري غنم بعد 21 يوم. الجدري ده كل 9 شهور، برضو اسجل عندي في النوته ان انا حقنت جدري غنم يوم كذا، يبقى بعد 9 شهور احقن جدري غنم. تمام، ده بالنسبه للاغنام، بالنسبه للحمى الكلعيه، بالنسبه للديدان، بالنسبه لجدري الغنم. قلنا الحمى الكلعيه ما لهاش علاقه بالرمى وما لهاش علاقه ان هي بتسخن الحيوان، ممكن الحيوان يسخن فعلا كرد فعل للتحصين، ممكن حيوان يكون عنده حساسيه، يحصل حساسيه لازم الدكتور يكون معاه مضاد حساسيه لاي حاله طارئه، لان في حيوانات مثلا بجسمها حساس للماده دي. دي بس اللي ممكن تحصل من التحصين، ممكن يحصل عرق ما تخافش، تلاقي القطيع كله بيعرق تاني يوم، ما تخافش ده طبيعي بيحصل، لان مكان الحقنه بيعمل التهاب كده للحيوانات كلها بتوع، بالذات الغنم، الغنم بتحجن بتعرش تاني يوم على طول، ما تخافش من التحصين ده رد فعل. تمام؟ كده احنا حصلنا ديدان وغسلنا البراغيث من على جسم الغنم وحصلنا حمى كلعيه وحصلنا جلد عقدي، كل ده تحت اشراف الطبيب، كل ده تحت اشراف الطبيب البيطري الخاص بتاعك. تمام، بعد كده بقى ايه المهم والاهم اللي انا هستخدمه؟ لازم ان انا احصن قطيعي ضد الموت المفاجئ بالذات في الغنم، لازم احصن القطيع بتاعي ضد الموت المفاجئ بالذات في الغنم، لان طبعا الغنم اكتر عرضه للموت المفاجئ. بندي طبعا في نوع زي ده كده احنا شغالين بيه في تبع مشروع الجامعه، ده شغال كويس جدا بيجيب معانا نتيجه كويسه، اسمه دينكا باك، ده ممتاز في 8 عطرات بتاع الكولستريديا، شغال معانا كويس. ده بتدي 2.5 سنتي لكل راس وبيتكرر كل 6 شهور. ده اللي عايز يحصن موت مفاجئ، ده الموت المفاجئ ماليش علاقه بالحمى الكلعيه ولا اسمه يعني ماليش علاقه بالحمى الكلعيه ولا ليها علاقه بالجلد بالجدري، يعني الثمان عطرات ما لهمش علاقه خالص لا بالكلعيه ولا بالجدر، ده تحصين وده تحصين، ده مرض وده مرض. دي حاجه اسمها الكوليستريديا اللي بتعمل موت مفاجئ عند الاغنام، تلاقي تدخل مره واحده تلاقي ايه الغنم ميته من غير مرض. يبقى انا بحصن ضده الثمان لقاح الثمان عطرات ده كل 6 شهور بدي جرعه، كده الغنم بتاعتك تبقى ماشيه معاك 10 على 10. كده الغنم تبقى ماشيه معاك 10 على 10، ما عنديش اي مشكله كده ان شاء الله، يعني ربنا يبعد عنها. بعد كده الاغنام ملهاش اي حاجه تاني. كده موت مفاجئ حصلنا، استقبلنا، رشينا ضد البرغوث، ادينا حمى كلعيه، ادينا جدري غنم، جرعه الديدان دي كل 4 شهور، خلينا كل 6 شهور في الغنم. خلينا كل 6 شهور مرتين في السنه تجرع ديدان. ايفوماكس سوبر اي نوع. اي نوع يشتغل معاك، عايز تشتغل بالتجريع ينفع. لو هتدي دواء شرب للغنم اللي هو دواء شرب اللي هو زي اللبن الابيض ده عادي مفيش مشكله، برضو الوحدات البطاريه فيها بيجي كل فتره كده جرعه شرب للاغنام، ممكن تروح الوحده برضو وتجيب منه دواء الشرب للغنم. تمام، يا رب ان شاء الله تكون معلومات بتوصل يعني، واكون ان الكلام سلس وواضح
ده بالنسبة لبرنامج تحصين الأغنام، إزاي تستقبل الغنم وإزاي تحصنها، ده برنامج ثابت طول السنة. الأكل بتاعها زي ما قلتك، الغنم دي أي حاجة بتكفيها، بالذات الغنم الأنية دي، غنم التربية ديت الولادات ديت أي حاجة بتكفيها. فمشروع كويس، والغنم غنيمة زي ما قلنا قبل كده. ربنا يبارك للناس كلها يا رب إن شاء الله، ونتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. ولو في أي سؤال أو أي استفسار أنا تحت أمركم برضو. تحياتي لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.